هذا الاتفاق الاجتماعي اللي تم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابات والباترونة. إذا نمشيو للمضامين، الاتفاق جاب مجموعة من المضامين أو النقاط، من أهمها مراجعة تعويضات أمراض الشغل، 15 يوم رخصة ديال الأبوة مدفوعة الأجر، حذف سلم 7 ورفع الأجر الأدنى وإحداث درجة جديدة للترقية، أيضا زيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بالنسبة ديال 10% على دفعتين، وكذلك التخفيض ديال شرط الاستفادة من معاش من 3240 يوم، وتمكين المؤمل له البالغ الحد ديال السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية. وهذا يعني في وحنا كنقراو هذه المسائل كلها مفرحة، ولكن نمشيو لهذه النقطة ونبدأ من النقطة الأخرى، هي الاستفادة من معاش شيخوخة. تقدر تفسر لنا أكثر؟ نعم، اللي كان عندنا في المغرب هو ان كانوا عندنا في القطاع الخاص كانوا الناس كيساهموا بالخياطات ديالهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي باش انهم ممكن انهم يستافدوا في نهايه الحياه المهنيه ديالهم من واحد المعاش ديال الشيخوخه، كان خاصهم لزاما عليهم انهم يوصلوا واحد العدد اللي هو 3240 يوم. يعني المعدل تقريبا ديال واحد 10 سنوات من الاشتغال كامله، يعني اشتغل واحد 26 يوم في الشهر منذ 10 سنوات كيوصل ل 3240 نقطة. المشكل اللي كان عندنا في المغرب هو ان كانوا عندنا واحد مجموعة من الناس اللي كيوصلوا ل 2000 2500 2600 او 3000 من كيجيو ل 60 سنة، كنقول لهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يمكنش نعطيكم المعاش ديال الشيخوخه ديالكم لانكم ما وصلتوش هذا العدد. اليوم مع هذا الاتفاق الحكومي نزلنا هذه العتبه هذه من 3240 نقطه الى 1320 نقطه، ولكن اليوم اللي هو اكيد هو ان المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غيعقد الاجتماعات ديالو باش انه يحيي القوانين ديالو ويحيي واحد المجموعه من الامور، غير هو اللي خصنا نكونوا مستعدين ليه، هو ان 3240 نقطه كانت كتخول الناس اللي اشتغلوا في الحياه المهنيه ديالهم واحد 50% من الأجر، وبالتالي فإن 1320 نقطة ما غتخولش اليوم أكثر من 21 أو 25%. وهذه النقطة اللي بغينا نوقفوا عندها أستاذ محمد جدري، لأنه اليوم الناس كتعتقد بأنه هاد 1320 نقطة يوم ديال الشغل يخول له انه يستفد من 50%، وهذه مساله ما كاينش. انا لا اعتقد 20% فقط غيمشي واحد 20% او 25% اللي هو ايجابي. نعم. هو هذا هو امر هو مهم جدا، هو ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الاصلاحات ديالو اللي كانت في السنوات الاخيره كان يعني اي شخص. نعم. يوصل معاش شيخوخه ديالو يعني كان عنده واحد 500 درهم. نعم. او 600 درهم او 700 درهم كيوصلوها ل 1000 درهم، يعني اقل مبلغ اللي ياخذوا الناس هو 1000 درهم. يعني هاد الناس مثلا عنده مثلا واحد السي مثلا خدام مثلا في الحراسه او في مجموعه من الامور في الاتجاه هذا، دار 1320 نقطه وغيجي يشوف المعاش ديالو. الا كان مثلا واصل واحد يعني عنده على 20% او 25% واحد 600 درهم او 700 درهم، اعتقد بان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غيمشي في اتجاه انه يطلع على 1000 درهم وكل شيء غيتوصل على الاقل بواحد 1000 درهم. ولكن هاد الامور هادشي اللي ما كانش من قبل، هادشي ما كانش من قبل. اعتقد بان يعني خصها تستنى واحد شهرين او ثلاث اشهر بما يعني نعقد مجلس اداري ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نحيوا القوانين ديالو وغنشوفوا انا ذاك يعني شنو هي الامور اللي غيجي بها. ولكن خصنا نكونوا اكيدين لان المساهمات ديال المواطنات والمواطنين في حياتهم المهنيه هي اللي كتخول اليوم مع الشيخوخه. واكثر من ذلك ما يمكنش واحد السيد اللي خدم 3240 يوم يعني 10 سنوات في نهايه المطاف غيكون عنده نفس المعاش الشيخوخه واحد السيد خدم واحد عامين او ثلاث سنوات. يعني في اطار الانصاف وفي اطار يعني العداله الاجتماعيه بين المواطنين، اعتقد بان الامور غتمشي كما كانت تساعد النقابه، قالت بانها غتمشي او بروغاتا يعني على حسب مساهمه كل شخص في حياته المهنيه.